شيء مقابل ذلك لا بأس. طيب السؤال الثاني بقى ها. شيخنا، نعم. هل هناك حديث أو فيما معناه أن الله عز وجل لما خلق آدم وخلق ذريته جعل فيهم المشلول والأعمى وغير ذلك، يعني ليحمدوه أو في مشل؟ أنا سمعت شيء كهذا، لا فهل كحديث، هناك لا يثبت حديث بهذا التفصيل، لكن ثبتت الأحاديث أن الأمور مقدرة، أن الأمور مقدرة. تفضل. جزاكم الله خير. شكرا، الله يسلمك.